بالجميع في كل مكان، برحب بيكم جميعا. اهلا بيكم معايا فيديو جديد، وفيديو النهارده هيعجبكم جدا ان شاء الله، حاجه كده لشد الجسم والتفتيح والترتيب في نفس الوقت. وهنحتاج طبعا البن او القهوه، وهنحتاج كمان النشا معاها. هنبتدي الوصفه على بركه الله، وناخد معلقه بن في كزرونه في اي حاجه على النار او في اي حله كده، وننزل على معلقه البن دي بنص كوبايه ميه علشان ندوبها الاول في الميه. هنقلب كده البن في الميه عشان يدوب، وبعد ما ندوب البن كده هننزل بمعلقه نشا بالظبط قد معلقه القهوه علشان نرفعهم على النار. وطبعا هنرفعهم على نار هاديه خالص لحد ما تتقل خالص، تبقى شبه المهلبيه كده، هننزلها على طول. هنقلب طبعا برضو النشا كده مع القهوه بعد ما دابت في الميه. الاول تحطي القهوه في الميه، لان القهوه صعبه ان هي تدوب في الميه، لازم تقلبيها شويه كتير، يعني زي ما تكوني بتعملي قهوه كده فما بتشربش الميه بسهوله. دوبناهم في الميه وحطناهم على النار، ونزلناهم من على النار زي ما انت شايفه، يا دوبك بالظبط دقيقتين ثلاثه كده. اول ما تتقل معانا بننزلها على طول من على النار. بصي شبهها ايه، شبه المهلبيه بالظبط، بس طبعا شوكولاته خالص. يعني هنبتدي بقى نحط المكونات التانيين اللي هما المهمين جدا، دول للسكراب وكمان للتفتيح. طبعا انا بعد ما بردت كده شويه او هديت عينتها طبعا من الكزرونه، حطيتها في الطبق. هننزل بقى باول مكون معانا وهو السكر. هنحتاج طبعا للسكر هناخد معلقه من السكر. طبعا انا خدت معلقه نشا ومعلقه بن، هاخد معلقه من السكر، معلقه صغيره او معلقه كبيره مش هتفرق، بس المهم تحطي سكر. انا طبعا اخدت معلقه صغيره، انت ممكن تحطي معلقه كبيره لانه بيعمل سكراب كمان، وبينعم جدا الجلد، وبيخلي الجلد نظيف جدا جدا وزجاجي خالص. وطبعا القهوه يا بنات القهوه طبعا كلنا عارفين ان هي بتنظف البشره جدا، وبتفتح البشره، وكمان بتعتبر زي المؤشر، بتقشر البشره خالص. فالسكر ده يتحط عليها لما تبرد، اهم شيء انها تكون بارده خالص علشان اول ما تنزليه ما يسحش، انا عايزاه حبوب زي ما هو كده. بعد ما اخدنا السكر علشان بقى بقيه الترتيب، احنا كده عاملين شد وتفتيح وسكراب، ناقص بقى الترتيب. هناخد معلقه صغيره جليسرين او نص معلقه من الجليسرين علشان الترتيب. طبعا كلنا عارفين الجليسرين يعني ايه، الجليسرين ماده مش دهنيه خالص، ماده سوفت خالص، مش مدهنه ولا دهنيه ولا زيتيه خالص، بل بالعكس ماده يعني تحس ان هي سوفت، ما فيهاش دهون ولا فيها اصلا زيوت، هي ماده للترطيب فقط. زي ما انت شايفه انا مش واخده المعلقه كامله، يعني تقدري تحطي نص معلقه صغيره او معلقه صغيره زي ما انت عايزه على حسب الكميه اللي معاكي دي. طبعا علشان ترطيب الجلد، هتلاقي جلدك مترطب جدا وفاتح ومشدود، وكمان يعني معمول له تقشير او معمول له سكراب. يبقى الماسك ده تفتيح وشد الجلد وتقشير وسكراب وترطيب. هنقلب طبعا عشان الجليسرين كده، ونفرده بقى على بشرتنا. طبعا انا عامله يا بنات طبعا كميه صغيره قوي، لكن انت لو عملتي لجسمك كله هتضعفي طبعا الكميات، ممكن تحطي معلقتين بن او ثلاث معالق بن لو هتعملي جسمك كله، وطبعا ثلاث معالق نشا بعد ما تدوبيه، وبعد كده معلقه كبيره من الجليسرين، ومعلقه كبيره او معلقتين من السكر. ده لو هتعملي جسمك كله، تقدري تعمليه كل اسبوع مره او كل 15 يوم مره الماسك ده او الكريم ده. هتديني طبعا جسمك كله بيه زي ما انت شايفه كده، انا بعمل ايه على ايدي. هيعين لك الجلد الميت، هيقشر بشرتك، هينضف الجلد جدا، وهيشد الجلد جدا لان البن بيشد الجلد جدا. كمان هتعمل له سكراب، كمان هتعمل له ترطيب، هتلاقي بشرتك نعمت جدا. وده يتعمل قبل الحمام بنص ساعه.
تدعكي طبعا جسمك كله كده، او تدعكي ايدك، ممكن يتحط على الوش، ما فيش اي مشكله خالص لو اتحط على الوش كمان، لانه مش حاجه حاميه يعني او حاجه حاره، لا حاجه بارده جدا وحاجه ناعمه جدا. يعني نقدر نحط على وشنا، نقدر نحط على جسمنا، على اي منطقه انت عايزاها، هتلاقي نتيجه هايله جدا ان شاء الله. زمان شايفه كده انا بعمل ايدي كده، انت تقدري بقى تعملي برضو تدعكي جسمك كده شويه، يعني تدهني وتدعكي جسمك شويه. اول ما تبتدي تحس ان هو نشف، هتبتدي برضو تعملي بحركات الفرك كده وتشطفي جسمك، هتلاقي جسمك ناعم ونضف وبيض جدا جدا، كمان كام درجه، كمان 3 4 درجات فوري. زي ما انت شايفه كده انا دعكت على ايدي، مش هسيبه 5 دقايق يعني او 10 دقايق بالكتير طبعا عشان التصوير، وهشطفها وراها لكم. ولكن لما بعمله على جسمي بقعده شوية يعني، بس عشان مفضلش قاعدة كده عشان التصوير. زي ما انت شايفة كده هبتدي بقى دلوقتي اشطف ايدي. بصي تعملي كده وانت بتعنيه من على الجلد، تفركي كده عشان يعين الجلد الميت كله، ويعين الطبقة بتاعة البشرة اللي هي مش نظيفة، بينظف الجلد جدا وبيفتحه وبيخليه تحفة. ان شاء الله هيعجبكم باذن الله. لو وصلت معايا لحد هنا يا امرايا، ما تنسيش فضلا وليس امرا تعملي لايك للفيديو لو عجبك طبعا. ولو انت جديده عندي حبيبتي، اول مره تدخلي القناه وشفتيها، يا رب يكون الفيديو عجبك انت كمان. اعملي سبسكرايب وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يسعدني وجودك جدا معايا، ويسعدني وجودكم كلكم، ودايما يا رب معايا. زي ما انت شايفه كده بعينه برده، يعني هو طبعا لزق على جسمي زي ما انت شايفه، ببتدي عينه بالفرك كده وكحت فيه بالعربي او بالبلدي يعني علشان يطلع، بينظف الجلد جدا، بيرطبه جدا، كمان بيعين اي جلد ميت بيقابله معاه، بينزل معاه. هيعجبك جدا ان شاء الله الكريم ده او الماسك ده، تقدري تعمليه على وشك عادي جدا، على بشرتك وعلى جلدك، على اي حته في جسمك تقدري تعمليه، امن جدا، ما فيهوش اي حاجه حاره ولا اي حاجه تعمل التهابات. زي ما انت شايفه الجلد يعني ما شاء الله الجلد نضف جدا من الوصفه. اتمنى ان شاء الله انها تعجبكم، وما تنسونيش في الدعوات لو عجبتك، وما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، ودمتم بكل خير يا رب، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع الف الف سلامه.